بالابتهالات استقبلت عائلة اللاجئ السوري أبو آدم عيد الأضحى في الأردن، فهذا ثالث عيد في ديار الغربة واللجوء. حتى الأطفال الذين تمكنوا من الحصول على ملابس العيد فرحتهم منقوصة وممزوجة بالمعاناة. أما الأب والأم فحنينهما للديار التي هجروها في ازدياد. هلا نحن في فرحة عيد بس داخليا ما في فرحة، يعني داخليا بضل الواحد غير. ما قلت لك إنه الواحد يوم بيكون عند قرايبينه غير، عند أهله غير، بحس بالفرحة أكثر. يعني فرحة للأولاد هي العيد بتضل، بس نحن لا والله ما في فرحة. يعني فرحة بتضل فيها غصة يعني، مو ضابطة يعني. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تؤكد أنها تعمل على تقديم الدعم لهم رغم شح الموارد. مناسبة مثل مناسبة عيد الأضحى المبارك هي مناسبة تجتمع فيها الأسرة حول بعضها. اللاجئون السوريون في هذه المناسبة هم ليسوا في بيت واحد. الشتات منذ 5 سنوات إلى اليوم يزداد ويتفاقم. لا نحمل سوء الأمنيات والدعاء أن يكون الأعياد القادمة فيها قليل من جمع من لم الشمل. نحن نعلم أن العودة إلى وطننا أصبحت شبه محالة في الأحداث الحالية، لكن الأمنية بأن يحدث لو شيء من التواصل أو لملمة الأسرة المتشتتة الواحدة للاجئين. كثير من اللاجئين لا يتمكنون من تلبية احتياجاتهم اليومية، ويأتي العيد ليضيف عبئا اقتصاديا آخر على العائلات. فالعنف سرق فرحة الأطفال وزاد من ثقل الحياة على الكبار والصغار. يأتي عيد ويذهب آخر، وحال اللاجئين السوريين هنا يراوح مكانه، فمعاناة اللجوء وشتات أفراد الأسرة الواحدة قد يطول أمده في ظل غياب بوادر لحل سياسي يضع نهاية للصراع في سوريا. نايف مشاقبة، سكانوز عربية، عمان.